va toucher. A toucher. Kone. المسل يبحث على ايفونا. ايفونا سريع. ايفونا ولاعب قوي ومهاري خصوصا داخل منطقة العمليات. فرصة وليات يفتتح التسجيل. لاحظوا المسن عند ايفونا. ايفونا مر الكرة بطريقة ذكية ولكن الأذكى هو الاختراق ديال وليد اللي شل الهدف بعد ما ارتطمت كرة بعد المدافعين. ارتطمت كرة بعد المدافعين وتحول المسار ديالها. شوفوا الإعادة. إذن ارتطمت بعد اللاعبين اللي حاولوا يبعاد الكرة